السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل الآن إلى الدرس 8، الدرس 2 من الفصل 8، وهو تطبيقات الدوائر الكهربائية. تطبيقات الدوائر الكهربائية، وأول موضوع عندنا في تطبيقات الدوائر الكهربائية هي أدوات السلامة. أدوات السلامة، كثيرا ما نسمع أن هناك حريقا في منزل ما، وأن الدفاع المدني اكتشف أن سبب الحريق التماسا كهربائيا، أو أن أصحاب هذا المنزل يستخدمون عدة أجهزة في قابس واحد، مما أدى إلى احتراق الأسلاك وأدى إلى تولد شرار كهربائي أدى إلى هذا الحريق. وحماية لأجهزتنا وحماية لأنفسنا من الدوائر الكهربية، صممت أدوات محددة لإسمها أدوات السلامة. وأدوات السلامة عندنا هي أهمها المنصهر الكهربائي، وقاطع الدائرة أو المنصهر الكهربائي اللي هو نسميه الفيوز، والثاني اللي هو قاطع الدائرة الكهربية اللي هو موجود المفاتيح الموجودة عندنا في المنازل هذه. وفي تالي من أدوات السلامة قاطع التفريغ الأرضي الخاطئ، يعني حندرس ثلاثة منها: المنصهر الكهربائي أو الفيوز، وقاطع الدائرة الكهربية، وقاطع التفريغ الأرضي الخاطئ. أدوات السلامة يمكن تعريفها بشكل مبسط، أو وظيفتها توضيح وظيفتها بشكل مبسط: تعمل أدوات السلامة على منع حدوث حمل زائد، يعني تيار في الدائرة، تيار عالي، لأنه تيار خطير في الدائرة قد ينتج عن تشغيل عدة أجهزة كهربية، وهذه كثيرا ما نلاحظها في بيوتنا أو في منازلنا، عدة أجهزة كهربائية في الوقت نفسه، يعني قابس واحد موصلين فيه مكوات، وموصلين فيه شواحن جوالات، وموصلين فيه المايكروويف، وموصل في الثلاجة، عدة أجهزة في قابس واحد في الوقت نفسه، أو عند في قابس واحد، أو عند حدوث دائرة قصر في أحد الأجهزة الكهربية. في أحد الأجهزة الكهربية. طيب، ذكرنا إنه السبب لاستخدام أدوات السلامة هو حماية الأجهزة من حدوث أحد شيئين: إما حمل زائد نتيجة توصيل عدة أجهزة في قابس واحد، أو حدوث دائرة قصر. ما هي دائرة القصر؟ دائرة القصر هي دائرة كهربية، هي دائرة كهربية مقاومتها صغيرة جدا، مما يجعل التيار المار فيها كبيرا جدا.
لأن معروف العلاقة بين المقاومة والتيار علاقة عكسية، مقاومة صغيرة جدا معناها تيار كبير جدا، ومعروف علاقة التيار بالحرارة، كل ما زاد التيار لأن الحرارة تتناسب مع مربع التيار، فإذا الزيادة عادة تكون كبيرة جدا. وكيفية حدوثها، كيفية حدوث دائرة القصر، كيفية حدوث دائرة القصر كيف تحدث؟ عند توصيل مجموعة من الأجهزة الكهربية على التوازي طبعا تقل المقاومة المكافئة للدائرة، وذكرنا هذه من خصائص التوصيل على التوازي، مكافئة للدائرة الكهربية أكثر كل ما شغلنا جهازا جديدا، كل ما نشغل جهاز المقاومة تقل، كل ما نشغل نضيف جهاز المقاومة تقل، وبالتالي التيار يزداد، مما يؤدي لزيادة التيار المار في الأسلاك. وهذا التيار الإضافي ينتج طاقة حرارية، كافية لصهر المادة العازلة. للأسلاك وحدوث دائرة قصر، قد تحدث حريقا، وما بالضرورة أن دائرة القصر تنتج عن الحمل الزائد لتوصيل عدة أجهزة، ممكن الأسلاك لقدمها، وبالتالي ننصح بأن تعاد صيانة الأسلاك أو استبدالها كلما زاد عمرها، وأحيانا ممكن بقرض القوارض، الفئران أحيانا ممكن تقرض، أو الحشرات ممكن تؤدي إلى تآكل الأسلاك، أو الرطوبة ممكن تأثر عليها مع مرور الزمن، وبالتالي تتآكل ويحدث تلامس سلكين، دائرة القصر هي النتيجة للتلامس. وممكن نبسطها برسم مختصر بسيط، دائرة القصر يعني مثلا دائرة بسيطة، هذه المقاومة. دائرة القصر تحدث عندما يتلامس السلكان قبل المقاومة، يحدث تلامس، وبالتالي يصبح كأنه عندي سلك مسارين للتيار توصيل على التوازي، ولأنه هذا الجزء لا مقاومته صغيرة جدا لأنه كله أسلاك توصيل، فالمقاومة صغيرة جدا، وهنا طبعا في مقاومة أيا كانت الأجهزة الكهربية، المصابيح، أي حاجة، فدي تعتبر ما لا نهاية بالنسبة لهذا السلك، يعني تعتبر هذه المقاومة ما لا نهاية، ومعروف أن التيار يتوزع بنسبة مقلوب المقاومات، وبالتالي كل تيار يمر في هذا الجزء ولا يمر تيار في الجزء التالي، وبما أن المقاومة صغيرة فالتيار سيرتفع، وهذه الزيادة الإضافية في التيار تؤدي إلى حرق الأسلاك. طيب، أول أدوات السلامة حتى تحمي هذه
عادة أدوات السلامة يا شباب توصل على التوالي مع الدوائر، المراد حمايتها. ليه؟ حتى إنها تفصل الدائرة الكهربية أو تفتحها، دي قاعدة عامة. المنصهر عادة يوصل على التوالي، أو أي أداة سلامة توصل على التوالي حتى تفصل الدائرة، لأنه إذا وصلت على التوازي معروف إنه توصل على التوازي لا يتأثر أي جزء بالآخر. المنصهر الكهربائي يسمى الفيوز، عامة الناس نسميه فيوز، هو أصلا كلمة إنجليزية FUSE. طيب ما هو المنصهر الكهربائي؟ المنصهر الكهربائي عبارة عن قطعة صغيرة من فلز، قطعة صغيرة من فلز تنصهر عندما، يعني درجة انصهارها المفروض تكون أقل من أسلاك الدائرة الكهربية، عندما يمر فيها تيار كبير موصلة على التوالي مع الدائرة مما يؤدي لفصل التيار. وعندنا في حياتنا موجودة بكثرة، موجودة مع الثلاجات، مع المفتاح الثلاجة تلقى مثلا مكتوب فيها 15 أمبير. أي فيوز له تيار معين يتحمله، يعني بيصمم من مادة معينة بحيث بحسابات دقيقة بحيث إنه هذا السلك لا ينقطع أو لا ينصهر إلا إذا وصل التيار إلى قيمة معينة. مثلا الثلاجة تتحمل 15 أمبير، نشتري فيوز 15 أمبير. ليه؟ حتى إذا زاد التيار انصهر سلك الفيوز وفصل التيار عن الثلاجة، لأن الثلاجة تعمل على 15 ولا تتحمل تيار أكثر من 15. وهذه العملية تكون عن طريق تحديد السلك. طيب كيف؟ عن طريق السمك، يحدد سمك المنصهر مقدار التيار اللازم لعمل. وعندنا في السيارة الفيوزات الموجودة داخل القطعة الزجاجية هذه لعمل الدائرة، يعني مثلا تلاقي تعمل ب 15 نوصل معها فيوز 15 الكهربية بحيث يمر فيها التيار الكهربائي بأمان دون أن يؤدي لتلفها ويقطع التيار إذا زاد مما يؤدي لحماية الدائرة الكهربية من التلف. نعيد سريع تاني، الفيوز عبارة عن قطعة معدنية صغيرة توصل على التوالي مع الجهاز المراد حمايته أو الدائرة المراد حمايتها، مصمم بسمك معين بحيث يتحمل تيار معين. أي تيار، أي حمل زيادة في التيار لأي سبب إن كان يؤدي إلى صهر هذا الفيوز قبل أن تنصهر الأسلاك أو يحترق الجهاز أو يتأثر الجهاز، فيفتح الدائرة الكهربية وبالتالي يحمي الدائرة الكهربية أو الأجهزة الموصلة في الدائرة الكهربية. من أدوات السلامة ثانيا لدينا قاطع الدائرة الكهربية اللي هي المفاتيح الموجودة في بيوتنا،
وهي تقطع تلقائيا بشكل اوتوماتيكي او اوتوماتيكلي تقطع الدائرة الكهربية. فنعالج الخطأ ثم نعيد المفتاح كما نلاحظ. هذا هو قاطع. طيب قاطع الدائرة الكهربية هو مفتاح كهربائي آلي يعمل على فتح الدائرة، طبعا يوصل معها على التوائد الدائرة الكهربائية عندما يتجاوز التيار المار فيها القيمة المسموح بها، لأنه يحدث حملا زائدا، يحدث حملا زائدا تلقائيا يصل الدائرة الكهربية أي زيادة في الحمل. السبب يعني ليه يقطع الدائرة؟ وجود عيب أو خلل في الجهاز، يعني هذه الأسباب اللي بتؤدي إلى قطع القطع المفتاح للتيار الكهربي في الجهاز أو سقوطه في الماء إلى تكون مسار آخر، مسار آخر. ما في داعي لهذه النقطة، هذه نقطة إضافية. هذا الكلام الأول هو الجزء المهم في الموضوع. طيب قاطع التفريق الأرضي، طبعا ده المفتاح الآلي وهذه طريقة آلية عمله. هنا لاحظ التيار الخارج وهذا الشريط الفليزي اللي هو يتمدد فيتحكم في عملية فتح المفتاح. لاحظ من هذه النقطة ويتحكم في عملية فتح المفتاح. قاطع التفريق الأرضي، ده طبعا قاطع التفريق الأرضي الخاطئ. هذا قاطع التفريق الأرضي عادة يكون في المناطق اللي يكون فيها رطوبة أو مياه، لأنه المياه هذه قد تخلق مسار آخر للتيار الكهربائي. فحتى تحمي الناس في وهم في حالة حمام أو في الحمام في داخل الحمام يستخدم الدش، الدش هذه وتطاير قطرات الماء منه على المقابس قد يؤدي إلى تكون مسار آخر للتيار الكهربائي. في حماية لهم نستعمل قاطع التفريق الأرضي الخاطئ، والآن كل القوانين الدولية تمنع عدم وجود مثل هذه الأجهزة في المنازل. طيب قاطع التفريق الأرضي أولاً ذكرنا أنه يوجد في المقبس، يوجد في المقبس ليمنع حدوث
إصابات الأشخاص لأنه يحتوي على دائرة إلكترونية تكشف الفروق البسيطة في التيار الكهربي الناجمة، وأهم حاجة فيها الدائرة الإلكترونية هذه في التيار الكهربي الناجمة عن مسار إضافي للتيار بسبب الماء، فيعمل على فيعمل القاطع على فتح الدائرة الكهربية تلقائيا السبب هذه النقطة اللي أدخلناها أولا في قاطع الدائرة الكهربية السبب وجود عيب في الجهاز أو سقوطه في الماء ويوضع في الحمام والمطبخ المناطق اللي يكون فيها المياه الماء والمقابس الكهربية الخارجية يعني الموجودة في السور في سور المنزل الخارجية أو اللمبات مثلا الأرضية التي توضع نلاحظها في الشوارع التطبيقات المنزلية عادة لاحظ هذا المنظر كم جهاز موصل في نفس القابس غلاية خلاط سحان وممكن يكون بتاع الشعر اللي هو جهاز تجفيف الشعر وشاحن كهربي لاحظ كلها موصلة في قابس واحد وكل هذه الأجهزة كل واحد منها يحتاج إلى تيار كهربي فإذا وبعدين لاحظ إنه كلها عندما توصل بنفس القابس التوصيل على التوازي كل من وصل جهاز تقل المقاومة الكلية وكل ما قلت المقاومة الكلية كل ما زاد التيار ولهذا لاحظ نضع المنصهر على إيش على التوالي هذه الدائرة فرق جهدها 120 هذه المقاومات هذه الأجهزة اللي هي السخان الخلاط السحانة تفرع فيها التيار فكل من وصل الجهاز تقل المقاومة الكلية وبالتالي نضع المنصهر أو الفيوز على التوالي مع هذه الحجزة عندما يصل التيار إلى قيمة معينة تعدت 15 لأي سبب من الأسباب ينصهر الفيوز ويفتح الدائرة الكهربية تنفتح عن هذه النقطة فهو يعمل عمل المفتاح التلقائي يعمل عمل كأنه عمل المفتاح في المنزل لما نجي نطفي اللمبة نشغل المفتاح هنا نفس العملية المنصهر يفتح الدائرة الكهربية توصيل عدة أجهزة في قابس واحد والتوصيل على التوازي على التوازي
يؤدي لتقليل المقاومة الكلية، مما يزيد التيار الكهربي. لهذا يوصل منصهر، شوف هذه التطبيقات المنزلية للمنصهر على التوالي، وكذلك القاطع على التوالي بمصدر الجهد لحماية الأجهزة الكهربية. بحيث يمر التيار الكلي منه. فإذا كان أكبر تيار يتحمله كما في الشكل، يعني 15 أمبير، فإن التيار 20 أمبير مثلا، أي تيار يقول 15، يكون أكبر من قدرة تحمل المنصهر الكهربي، مما يؤدي لصهره أو احتراقه، فتفتح الدائرة الكهربية، وبالتالي يقوم بعملية الحماية. نقطة أخيرة عندنا اللي هي الدائرة الكهربائية المركبة. الدائرة الكهربية المركبة باختصار شديد هي دائرة، واضح من اسمها، مركبة، دائرة كهربية تحتوي على نوعي التوصيل اللي هما ايش؟ التوالي والتوازي. التوالي والتوازي معا. طيب عندنا نقطة أخيرة أو قبل الأخيرة، الأميتر، الأجهزة عندنا اللي هو جهاز قياس التيار الكهربي، توصيله على التوالي، لماذا؟ لأن التيار ثابت على التوالي، يصمم أو مقاومته يصمم بحيث تكون مقاومته صغيرة جدا. ليه؟ حتى لا يؤثر وجوده في الدائرة
في قيمة التيار، لأنه حيكون كأنه مقاومة، لكنه حتى لا يؤثر يجب أن تكون مقاومة صغيرة جدا في قيمة المقاومة. في قيمة المقاومة. في قيمة التيار. التيار. في المار. في المقاومة. فيوصل معه مقاومة على التوازي، فيوصل معه مقاومة صغيرة على التوازي حتى تكون مقاومته صغيرة جدا. طيب ثاني ايش عندنا؟ الفولتميتر. 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 الفولتميتر جهاز قياس فرق الجهد الكهربي، فرق الجهد الكهربي. توصيله، توصيله يوصل على التوازي. ليه على التوازي؟ لأن فرق الجهد ثابت، فرق الجهد ثابت في التوازي. مقاومته، مقاومته حتى لا يؤثر وجوده في الدائرة، في التيار يصمم بحيث تكون مقاومته كبيرة جدا، كبيرة جدا. لذا يوصل معه على التوالي مقاومة كبيرة جدا، كبيرة جدا. هذه الخصائص للأميتر للتوالي مهمة جدا، يجب أن ننتبه لها.